سي الحنفي موجود؟ تفضل، انا هو سي الحنفي. انت سي الحنفي؟ اي نعم. هاي تفضل معي. لاباس ما؟ لا لاباس. تفضل اقعد. بارك الله فيك عايش. انت هو اللي تسكن في المرجانية؟ انا هو. ايوا. مش غلط انا. ايه؟ اهلا بالحنفي. عايش كبير. قول لي ولدي. تفضل. وقتاش روحت البارح؟ الاربع وربع. عملت الحساب بتاعك، وقفت وحطيت الفلوس في الماس وحطيتهم في البيرو بتاع المعلمه وخرجت. قلت عليك حاضر. ما هزيت شيء معك؟ شيء ما هزيت. عجايب. قفه. ايش فيها؟ بقيت سحور. ثبت مليح. بقيت سحور. بقيت سحور. تسحرت هوني ولا في دارك؟ بديت هوني وكملت في الدار. على مرتين. مرتين. تجي تقول علاش على مرتين تسحر؟ خاطر ما عنديش وقت. نورمال. ما عندكش وقت فاش؟ ما عندكش وقت. ما عنديش وقت خاطر لازمني نروح نرقد باش نقوم بكري نقضي. وقتاش قمت باش تقضي؟ الاول و لا. لحداش وسبعة. لحداش وسبعة بالضبط. صحيح. شريت راسين كرب وطلفت. صحيح. هذه قضية تسميها، هذه قضية تسميها بتاع رمضان. بو خلي عندك راسين كرب قطين لفت. ها تتمسخر علي أنا؟ عليه. علاش؟ وبعد وين مشيت؟ جيت القهوة طول. جيت القهوة طول، سيقتها نظفتها حطيت المعون في بلاصته. إيه. وقعدت حط الخمسة على اللمسة. قاعد نستنى. فاش تستنى؟ في الأذان. تسنى في الاذان؟ هو باش يقيم عليك الاذان انا. عليه؟ هو باش يقيم عليك الاذان انا. هاي هاي متشيح لي شريقي. هات الصحيح توا. هذاك هو صحيح. قلت لك هات الصحيح. هات الصحيح. والمصطفى محمد هذاك هو الصحيح. هيا صب ولا نصب؟ باش نصب؟ هيا هيا تفكر قول. ما قلت حتى شيء المده هذه ما هكا وراس الحنينه ما قلت شيء. وراس الحنينه؟ يقول لك انا وراس البرينه قلت ولا لا قلت؟ هيا عاد قول اش قلت؟ اش عندي قلت؟ شوف حنفي ما تخلينيش نعمل معك اساليب اخرى، يزي بالمراوغه ومد زليق، قول اش قلت؟ قلت حاجه ما قلت لهم ما يقولوهاش. فوالا اش قلت؟ قلت حاجه وقلت لهم ما يقولوهاش، الحاجه اللي قلتها قالوها بعدها وانتشرت وجاو قالوها لي، انا نحب نسمعها كيفاش تقولها لي انت بفمك. بابا؟ اوي انا قلت لهم ما يقولولكش. تيهم قالوا لي وبعد تقول لي اللي انت ما قلتش. انا ما قلتهاش ما قلتهاش قلتها اما ما حبيتش نقولها. لا اش قلت؟ ما حبيتش نقولها. ما دام قلتها ما عادش ثم ما حبيتش نقولها، ما عادش ثم امكانيه تراجع. معناها قلتها صحيح. صحيح صحيح خاطر القوله اللي قلتها انا. أيوة. وقالوها لي هما. أي. حبيت نوصلها مي بمقوله واحده اخرى. ايوه معناها نون سولمون تقول اللي ميزمو ما يتقالش وتزيد تقولبها وتقولها اوترومو وهكاك القولة بتاعك ولات عندها دو سونس، واحدة مش من هوني واحدة من جوني، وهذاك علاش القيل والقال بتاعك انتشر في جرة القولة بتاعك انت. سامحني الشيء اللي ماشي من هوني ما قلتوش، قلت الشيء اللي ماشي من هوني خاطر اللي قلته من هنا عارفه انا باش نوصلو. ما تزرخش ما دام عطيت اون فيرسيون اوتر كو لا بريمير ولا عندك قولتين وبالتالي عندك قولتين، قلت من غادي وقلت من هوني. صحيح. واللي جاوني قالوا لي من هوني. صحيح. قالوا لي من هوني اعطيني القولة الصحيحة اللي فيه. صحيح قلت. قلت باش نزيد نشد في اللي تقال. انقال اي باش تزيد. نزيد نشد في اللي تقال. نون سولمون قلت بصح في راسك باش تقول. نزيد نشد فيه انا اللي تقال. حنفي شد في اللي باش تقوله. شد في اللي باش نقوله. واش قولك انا لو كان نقول لك قوله اخيره؟ ما عندك ما تقول لي. لا لا نجم لا لا ما عندك ما تقول لي. ياسر قلت لهم. اسمع تعرف ايش؟ اخر قوله. فولكم هاك هاي به تعرف كيفاه انت؟ انا الشيء اللي قلته باش نزيد نقوله عجيب وباش نزيد نقوله مره اخرى قدام القول الكل. تهدد فيا على خاطر انا نحب نقول وعندي الحق نقول. لا تقول انا الشيء اللي قلته لي القول الاخر باهي خلو هذا اش مازال كان سي الحنفي باش يولي يقول عليا اللي انا قلت.
كلكم في هالقول والقيل والقال سكتين مبلبين مبلجين تبارك الله. انت قلت ما قلتش هذاك انت؟ لا لا قلت وهذاك قال هذاك وهذاك قال وفينالمون القوله الاخرانيه تثبت غادي. مانيش خايف منك. قالت لك 90 ديناري غاد وترافن 120 ديناري 140 ترافن كبوت ديناري كونتري سير كونتري كمل طرح يا ولدي كمل طرح دوسيات صبيت شو ماذا طال انت طالب كابو ديناري استنى نضرب لك ضربتين يظهر لك ابو ديناري ما يجيش خاطر الكاتورز والاصخر جينا ليك شنو اللعبه هذه يا ودي راه اللعبه على شيشه واربع بوزه راه اش بيك يا ودي كل شيء محسوب في الحاسوب ها نزيد نقول لك حاجه اخرى انت دوسيك مش مريقل مش منظم بالكل تعرفش علاش باهي هزوه يا ولدي اسمعوني سامحوني نقول لكم حاجه شفتوا انتم هكا ديك حضريه شكون حضريه هذيك الورق كونتوار اللي زعما سليمه نعم هي مش سليمه هذيك زعما قال شنو سليمه ما هي اسمها الحقاني حضريه ضربت لها خرجت لها دوسيها ومول كل مريقله القوادات والدوسيات والصبات الكل عندي لهنا هنا نعرف وقتاش خرجت وقتاش جات وقتاش طلعت في اللواش كل شيء عندي كل شيء دوسيات الكل عندي هوني كملنا لا استخيل لك شنو كملنا كيف كملنا ويكحوا من لا مش من فامكم كحوا من مكاتبكم حب فلوس اسمع كمل طرح ما يتعودش طرح مش علاش يتعود طرح على خاطر الحاسوب قلل الطرح مش باش يتعود ودي كمل طرح ما تسمعش كلامه يلا برا شباب انا عندي شويه كارتات فيزيتات تستحقونيش في حاجه في دوسي في صبه صحيح في اللي كتب ربي تفضل احلام لام لام احلام شويه كارت فيزيت شويه كارت فيزيت خليها نرسم عليها خليها اسمع زيدو زوز بوزه قلق القلق 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 اين فديت منها هذي قالوا قيل توا شنو توا باش تقول لي قلت ولا ما قلتش تي هو قالك ما قالش يا زازا
شنو اللي قلت؟ قلت مدام انا قلت من مش شيء اللي قالوه لك يا بريتو السيد اللي قال قل لي عليه توقلك فيه. اسمع نقول لك قسما عظما احليل فيك توا نمدك ونهدك مع البيرو ردك ورقه نقلقلك ردك وذن واحده نتاع قاضي مش اثنين توا باش تقول لي هو قال لي انت قلت مادام هو قالك ما قالش معناها ما قالش سايب العزايم باش يخدم على روحه زازا خلينا نحكيو شويه في البوتيك والارتيكلوات تعتف اش نقول انا الجلول ما عندك ما تقوله جلول قوله الحنافي جاني للبيرو وحكيت معاه وقال لي راهو لي ما قلتش مادام هو ما قالش معناها ما قالش سايبه مسكين اللي قلت هذاك هو مدام اما والله يا مدام زهو ما قلت ينصرف عاد ينصرف شفتش نعاني كان حتى جي قلقال من البريمة كيف ما نقصدش كان يدبر في راسي انا نلقاش يبيع ولا بيعتين نحاول قهوة اخرى والله لا نقعد فيها انا لهنا يا قل لي انت فهمت لا ليش بيك عابد القهوة والدور كان هوني ما يا ولدي برا امشي للادارات والشركات عندهم دوسيات برشا وخدمة كبيرة معهم يا سي كوستاني الشواش ما خلونيش الشواش ما يحبوش قل لي علاش فهمت لا ليش على خاطر هما اللي سادين المونوبول نتاع الدوسيات ومتاع القيل والقال فوالا علاه وانت لابد عليك تعدى على الشاوشة بس لاني ما الادارات هذيا امورها الكل منظمة كل ديبارتمون عنده السيرفيس نتاعو سيرفيس القيل والقال سيرفيس الحكايات انا واحد من الناس ما نلقاش روحي معاهم دوسياتهم الكل مريقله الهي علاش قولي فهمت الليلي ما تمشيش تحل بيرو وحدك وتعمل شركه الاحلام للقيل والقال وهزال الكلام بالله كان تصور الخير والبركه ها والله سوق السنه هذه فكره هايله هذه اما انا ما يعطونيش باتيندا انا الدخلاء ما ياخذوش باتيندا بارك الله فيك اسم مصطفى وانت لازمك باتيندا اعمل شركه خفيه الاسم ما يفطن بك حتى حد يخدم على روحه باهي انا كيما يفطن بيا حد وما نلقى حتى هالدوسي باش نهزه ما يجيش نهار اللي انا نهز دوسي بروحي تي نعرف روحي انا يجي النهار وقود بروحي شوف انا عندي كم شادوسيات ستوك قديم راقب تحبش نفهموا فيه انا وياك نتفاهموا فيه باهي يا مرحبا يا مرحبا شرفتنا سي مصطفى سي كوستاري تحياتي سي نزلي سيدي اش بيهم احتلونا البلاصه اليوم شكون اللي بيض لك الكف شكون لا خطيني انا سي مصطفى انا ماك تعرفني ديما بلاصتكم وحدها هذاك ما يطلع كان الحنفي سي مصطفى لا مش الحنفي اسمع انت اما تشرب حاجه ولا تسامحنا لبرا يا عيشك اسمع انت عايز تتلم من هنا خير لك لا نجبدك الدوسيات بتاعك على الاورديناتور ونخرجك ساقيك اعلى من راسك وقرقش من قدامي ما تلقى شيء مكس بيبيسه وزربوت ودورو وزوز بلوزات نخدم بهم حل السره تلقى خيط اه تيان 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 قل لي انت كيف كنت في قهوه الشبدي يا كبدي تحب نجبدك دوسياتك قهوه الشبدي ايه علاش مزبدنا في الحكايات هذه هذوما حكايات قدم دوسيات بتاع الصغر هذا باهي يا سيدي اكا زوز اكسبريس اللي باتهم لك السيد اللي عينيه مغمضه شنو تحب له يبيع له فهمت اللالي ما قهواجي يبيع الاكسبريس والله ماني فاهم لا سوكستاني ما فهمتنيش مش اكسبريس قهوه تشرب السيد هذا اللي بحذاك باع الاكسبريس اللي يهز الجندوبه والترين والاكسبريس اللي يمشي سوسه تونس وتباع وتشرى معاهم في السكه وطردوه مش قلنا الطيش بتاع الصغر باهي يا سيدي وفي الحبسه كان الاسكروتات نخلي نزيد نحكي نكمل نحكي حكايات قدم هذوك تبع المالكي تبارك الله يخدم على روحه وبعد المشاكل بس هيك ربي يفضلك يا سيلاني اي سيلاني كيف هذوما حكايه تقدم هاني انا باش نعطيك جديد ها تو باش نضرب لك انا www.com المالكي نخرج لك دوسيات الكل عليه يا اخي وما قداش من دوسي في الجديد ها قدامي سيدي لحظه واحده عندك ثلاثه دوسيات في الجدد وعندك شويه صرف مال على حساب هذايا خليني نخلم شويه الصرف نتاع القهوه لهنا وبعد نتعدى نخلص خويا شوف تنخلي شي حاجه على جلول جلول قلت لي جلول يبدا بالجيم جيم هذه ما توشيرش جيم دبليو دبليو نقطه جي اي سيدي هذا مش عنده حاجه سيدي يا سي مستر هذا عنده برشا دوسير برا يا عايش ولدي جيب لي ترموس وغلاسير تلقاش برا ها ترموس وغلاسير شو تعمل بهم كيف تجي لي حكايه نحب نهزها بارده وسخونه
الو فينالمون شريت حبق ولا ما شريتش حبق؟ انا شكون معاك؟ هيا طلع ما عرفتنيش هكا في ليله ونهار تنسيني عزيزيه. هيا اتعاون نذكرك البارح انت فين مشيت؟ ها؟ معرض النباتات والمشاتل والشعبطات. ما عليا بيك ما ذكرتنيش. باه انا البارح يا سيدي لابسه بالبلو وكتفلك اللي بجنبي هذيك لابسه بالغاص اللي عطيتها نمروك هذيك بنت خالتي. مش نمروك انت يا مي نمرو شكون؟ الراجل اللي بجنبك هو عزيزي ما زمرك تهز. نعرفك تسلك عليا نعرفك. باهي باهي فينا الماء شريت ولا ما شريتش؟ شريت نعناع ايش بيه؟ حتى نعناع حلو يا حبق. هكا نعناع بلاستيك هو البلاستيك لا منظر لا ريحه لا حتى شيء. يزي 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 بجدك. تخاف من الغبرة؟ حتى أنا نلبس الغوش ونموت من الغبرة. أه؟ أنا نعلق على الكارتة توفى عزيزي ديما قلت لك أنت دامر تحب أنا طلبتك راني مش أنت. إذا مش نمروك ما أنا نمر شكون؟ صاحبك. تخاف على الكارتة متاعو محليك ومكبر قلبك يا ربي. والله والله أنا نفركس فيك مثل عامر راني والله نفركس في قلوبهم كبيرة. اسمعني اعطيني نمروك تاع نطلبك توا توا دقيقه بركه نجيب ستيلو ما تعلقش دقيقه بركه. هو قص عليه وانا علقت عليه نعرف ما عنديش الزهر مع حتى راجل في بالي سعدي مكبوبه وفي بالي نعرف. اشنو يحوالك سلوختي لاباس؟ هكا هو عاد رب دار مسلسلات عاد وجو تفرشي بالله فك السيت كوب يعدي فيه والله اذا ثمك لي يخفف القهوه كرزين شويه امي سي با اسمع عندي امل نجمو نشيخو معاهم اكثر. اي اي سلم لي على المسيو زوجتي واحده بوزه داكور زوجتي واحده بوزه وكابيوساب زايد حليب قديش تي زوجتي ايوا شد بنتي تابل سيس حذي سيس بيس خمسة وخميس. سليمة بالحق انت اسمك الحقاني حضرية واش بي حضرية شتان نو كوما انا في بطاقة تعريف اسمي حضرية وما يتربجوا بيا سليمة باي حلو برشا حضرية زاد سي اوريجينال حذر يحاذر حذاري خطر الموت حضرية حلو ياسر ما بابا وقت اللي مشى يقايد فيا في البلدية قاعد يشد دقيقة الموتور أي؟ عدينا شد الموتور وهو يقايد فيا يتعدى كاميون يضرب الموتور عدى الكاميون يدقدق الموتور وانا ما جرالي شيء الحمد لله هذيك علاش قال نسميوها سالمة. حلو عاد كي كنت في قهوة عربي قاعد اسمي سالمة اما كي جيت لهوني عمي جلول قال نسميوها سليمة احلى. ليش عمي جلول؟ تي جلول ديريكت بقول جليل. سليم انتوكا اسمك سالمة حذرية قبيطاسة طاسة كاسة حمام كلك حلو مصرارة وانت سي البرتلاق اش كان اسمك؟ انا عرفي انا كي كنت صغير بابا سميني فؤاد راه مقرب فؤاد اي ما تشوفنيش هكا كنت شباب وطويل هكا اما كي دخلت المكتب المدير ما يعطي الإعانة قال اسمه فؤاد دوك ما يستحقش الإعانة بابا تلز سميني حنافي على اسم خالي عاش تسمي انا راني مانيش اسمي جليل مي شنو كاين اسمي؟ اسمي محمد عبد الحميد عبد الجليل بربي هاي غيرش المراه بتاعي زهوة هذيك هي تربش بيا جليل جليل ومنها ولا تعيط لي جلجل عجل ايه تربش في رقبتها تكركر فيا هيا هيا زيو من الهضره استنى استنى قال هذا ولا ما قالش؟ يظهر لي قال والله انا قلت عارفي اذا قالت حذامي فالقول ما قالت حذامي اسكت اقول لك انا كيفاش الو اهلا سلم اختي شفت كيفاش القرصور قال ما قالش هو فينا الموقال تبع فيه ما نشوف فيه في الدار
سي ياسر اي مازالت الحلقه مازالت عندك ما تشوف اي الى اللقاء. غاديك في التاكسيفون سعد يتكب زعما يقوم لهنا في الاورديناتور نحل عليك الدوسي نحل عليك الحاسوب ونشوف لك انا سلسة دوت دوت نت كوم كل شيء مريق الدوسيك موجود هاي لهيت تحب لا نقرا الفتحه قبل طلعتي زاد لهنا سعد مكبوب لطف عليك يظهر لي باش يفتح عليك ربي انا نحل عليه الحاسوب يفتح عليه ربي يا رب يا رب يا رب هاي كحه طبعا دي كان كحب لك الكل باه 69 230 312 هذا مارس هذا تعطيني نمر بحي تعطيني نمر صحيح بدينا هاي نسيش مش مشكرة 69 214 506 هاوك مخطوب مخطوب شبي خاتيب تخير مني يا اخي هيا هاي عايشك اعطيني نمر هو بيدو ها باش اعطيك النمر الصحيح 69 769 266 266 هذا في جرة التابعة حليته على ثلاثة بنات قبيلة ولا في جرة التابعة شفتينا مش تابعة مية تابعة ورايا باهي نشوفو الجديد 69 248 914 هذا اللينيا مقصوصة ضربة واحدة مقصوصة اللينيا البحر فيه شمال باهي نشوفوا احنا خارج حدود الوطن ما يطلعش عندي الزهر معاهم هات 00 44 21 63 18 قولي لي زيادة طاو في الحبس هذا مولا هذا مولا النومرو في الحبس بيه شوفوا الاخرين احنا يظهر انت وجهك وراء التابعة 69 366 352 352 عادي تخبر بيهم عجب بشوية ما خرجش هذا ترى عود لي النمرو ما حبش يخرج هذا على الوردينتور 69 306 362 انتري عجب تعرف اسم انت السيد هذا ما نعرفش انا كي جيت نعفة ما قلتلكش على النمرو اسمع لي هو مخطوب ديه في الحبسة ومعرسة أمان صراحة ما عرفتش تعرفش اسمه وطول نعرف كل شيء بعشريف نقول لك عليه اما على شرط هنا كل يوم تجيب لي لستك هكا يا اوكي سلام شنو هي توا الحاله هذه نقعدش انا نحل على كل واحد في الاورديناتور ونقعد انا حالتي هكا تكرب يلزمني نشوف حل انا يلزمني نشوف زميلي يحل عليا الحاسوب انا يظهر لي الحسبه ما هياش تفضل مدام ناحيك المدلك ما فقدت الفزع اما مدلك اللي فيه شق سويبع يا وقال لي هو ما قالش شكون قال ما قالش يا مدام في سمعته بوذني هذي وهذي اللي هو قال والله يحلف ويتكتف ما قالش مش على هيدا احنا عيطني لك ما دوز ما زيل عتاف حاجة بيك تفضل اختك عندها باسبورو شو عندها باسبور كلام هذا عندها باسبور ومازال بالباكو ومستعدة هكا باش نعملوا لها الصفقة لتركيا حاشتنا بجمل راهو جمل؟ علاش تركيا ولات صحراء؟ يزي مذمار عنا شوية حوايج نحبوا نجيبوهم من غادي طو معناها انتم تحكيوا على أختي فيرجيني فيرجيني مش فيرجينية هي ذاك من الأول كانت فيرجينية أما تو ولات فيرجيني ما هو خاطر انا بعثتها شادتي الحانوت نتاع الجبن نتاعي اللي في مونتينيغرو تعرفت على الكونسول جينيرال نتاع الاوروغواي خطبها وتو عرس ومازال كي خذات الباسبور اوروبيان عايزيني من الغيغيغي ومن الغيغيغي ومن القلاصنا احنا حاشتنا بجميل يمشي لتركيا ونسلم بالعافيه باهي علاش انتوما شنو السلعه اللي تحبوا تجيبوها من تركيا؟ قطايع سيف خلنا نجيبوهم قبل ما يدخل السولد وتكسر السوق عادة وننصحك حاجة خير أبي؟ أوي؟ شنو رأيك يا مدام عطاف؟ لو كان خاطر أنا عندي واحد حبيب يعمل دو لابون إيميتاسيون نتاع حوايج تركيا في الحفصية بالله أنا زهوة من يقول لي زهوة نسقيك بإيدي قهوة ندخل السلعة المضرحة لحنوتي يا مدام حاب نفسر لك حاجة جوست لمعلوماتك اللي السلعة اللي تجينا من تركيا الكل مذرحة في مذرحة في 200 مذرحة أبو أوي
دينا زيد قلت هكا يجيبونيش شويه كراتش معسل وتكماك وكنونيا. طول المعسل فهمناه، نستحقوه في القهوه ورخيص في الفريشوب، والكنونيا لويه. ما هو على خاطرك تجيب بزيد شكاير من تركيا، يولي حتى اللي مش من تركيا يولي من تركيا بالسيف، ماك تعرف. ني بيس ني موا. أبون؟ دوز اكسبريس و كات بوسان زايد حليب. حنيفي توا قلت ولا ما قلتش؟ صح لي توا نقولك فيه. شكون اللي باش تقول له فيه؟ المالكي، على خاطر هو اللي قال انا قلت وانا ما قلتش. عجيب والله. يا سمحنا. نعم سي جلول. يا كمبيوتر اجا هوني. هاي سيدي اتفضل. شوف لنا بربي الملف بتاع سي الحنافي البارح قال ولا ما قالش؟ توت سويت. لا لا لا، شوف لنا المالكي بالان البارح اش قال في القايله. المالكي بالان ايه؟ المالكي يا سيدي دوسيته الكل يا سي جلول وراسك انت، ما عندك علاش تحلفني؟ قال له كانوا هوني لهنا الكل صبيتهم له سير ديسكات وخلصني السيد بالكارت فيزا انترناسيونال. اه مازالت عندك حجه توا؟ شكل شويه المستر يجي. أو سي المستري جاء. سي المستري بوصفك أنت قيدوم في المقهوي، قول لنا يا ندرا الحنفي قال ولا ما قالش؟ حنفي ما قالش. شنو هو باش تخليني نخدم على روحي ولا يا خويا؟ أنا نعمل لار بور لار ضد الانتصاب الفوضوي نتاع مثالي. بارك الله فيك. الله يسلم قرايتك، الله يسلم فنك. أمين يا رب العالمين. قول لنا المالكي قال ولا ما قالش؟ المالكي ما قالش. أوفو حتى حد ما قال. أما خرجت إشاعة اللي فما شكون قال. معناتها عيطة وشهود على ذبيحة قنفود. لا قنفود لا سفود، وأنا راني مانيش ماخذ في خاطري منك. لا على خاطر لو كان مش القير والقال وغربال الحلالم وعود الرشتة والقلقال ما نسكروها القهوة ويضربنا مرض القلق لحم العرق. ما عارفش تزير ويدور. عارفي تعرف أنت اللي في القهوة فما قيل وقال. شو نعرف؟ أنا نعرف وهو يعرف وأنت تعرف وهي تعرف اللي الكليانتية بتاعنا يبداو الحكاية بتاعهم بكلهم. قال لك يا سيدي. شكون يا سيدي؟ يا سيدي هذا كيما قال لك فما واحد ولا قال لك شحال هذاك. قال لك يا سيدي تركيز كلام وبعد يبدا عاد واحد يطرز ويطيح عليها. مين صار العالم يفرقوه خطوه خطوه. لحوم زنيق زنيق دارك يدخلوا لها يفرقوا طرف طرف. بيت النوم تاعك يفرقوها طرف طرف. اي نعم انا كل ليله كيف نروح نلم كعبات. قال لك يا سيدي نتاع النهار الكل الفالسو نحطهم على جهه. كيف مثلا نتاع مرشد قال لك يا سيدي المعدنوس مقطوع وانا نعرف اللي المعدوس مكدس. أيه. بعيني ريتو في السوق. كعبه خالك يا سيدي نتاع المعدنوس كعبه نروحوها. نجبه كعبه اخرى قال لك يا سيدي مثلا البارح كعبه خالك يا سيدي عزه يكذب الكلبه نتاعو ما جابهاش من باريس خذاها من سوق المنصب بي. ليه عاد سامحني؟ ليه سامحني الكلبه مضخ ما حلوش يشوف. ما نجمش يكون خذيها من منصب شيرة وعندها من خشم من قدام هكا. يا سيدي زفرت للكلبة جات تجري. شو تفاجئت بها في زنقة خلصتها من خشمها حتى دمعت عينيها. الله قلت لي جنى انت من باريس ولا من سوق المنصب بي؟ هزتني حطتني قالت لي ووه جو في ابولي مون افوكا. عرفت اللي هي من باريس. تكلمت بالقاوي الكلبة تكلمت. مالا كيفاش نفرقوا ما بين الكلب العربي والكلب السوري؟ الكلب السوري يتكلم بالقاوري غو 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 والكلب العربي هب 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 هب. زازا شنو رايك ندخل على الانترنت ونخرجوا بارشا دوسيات؟ شو نعملوا www.nes.com. ابي توانيس محسوب فهمت معناها علاقاتنا وانخراطنا واتصالاتنا باش نعبروا على شنو اللي ثم كموذا في العالم. اما هالخدمه هذه الكل باش نحكيوا لهم على كم الحاجه. انا كم يا زازا انا كم يعيشك تبعني كم سي تان مو تكنيك دانترنت اون انتر دون لو سيت ويب يهكيكا سوري لي. باهي باهي سامحني مش مشكل زازا مش مشكل. تعرفش نعملوا ندخلوا على الانترنت ونخرجوا على الدوسيات اللي تحب عليهم الناس اللي تحب تبربط لهم حياتهم نخرجوها احنا على الانترنت. تعرف تتكلمني هكا نفهم. ني بليز ني موا مدام. عز شنيا نوع الكل
اسمك؟ أمور يا مدام. عادتي كلك أمور. مدام سمحني، أنا جيت بوغ اون ريكلاماسيون، يا ترو دو بلا بلا بوا في القهوة نتاعك. فوالا، جامي فيو. Depuis 70, أنا في باريس jamais vu ça dans les cafés. تدخل القهوة تسمع بونجور مدام، بونجور مسيو، أن كافي سيل فو بلي، وإن بليس حتى تلقاهم قاعدين على الطويول يقراو في كتب. في الأوروب قال لك يقراو في الكتب في القهاوي. توا يسيني أنا نقصتك، قل لي قالوا فيك حكاية، قالوا فيك حاجة. 20 حكاية في النهار يا مدام، سي با بوسيبل. 20 بركة. يا وشويه في المعدل 20 سي لا ماين. فما موين في الحكايه هي؟ مالا شنو هكاك انت تسخيل الشاي مصيب هكا؟ هكا اللي يجي نجم يقلقل هو. اسمع نقول لك، عندك 20 طاوله في القهوه، 40 رقبه، و40 اخرى رقبه، ايش يجيو؟ ما هو 80 هاك 40 قلقال و40 يتصنتوا في الليلة تطيح لك، نخرجوا 1200 قلقال، أنت تيح بايك 20. مي سي با بوسيبل، سي با فغي، لي جون كو جو كوني أنا في القهوة 3 و 4 بيغسون، أون بليس عمري ما قلت فيهم كلمة، أون بليس كو سا أنا ندخل القهوة، جو غاز لو مور ونخرج لا تيت بيسي. إييييه سوري لي. داكوغ. هاكا تحب تقولي لي أنت نضيف فرفوري كلمة لي. إيوي. شنو معنيها؟ معنيها هكا انت نضيف لا كلمه لا سلمه. تنتوما انتوما جميعة الخارج اللي في الاوروب خارجيين تنسوا الهويه بتاعكم في القال والقيل، او علاش انا نتنرفز؟ شنو حتى الهويه تنسيوها؟ سامحني جو سوي ديزولي، الوغ لا جو سوي ديزولي يا مدام، انا جوني جامي اوبليي الهويه نتاعي، اون بليس لا بروف سي شهر شهرين جو سوي ايسي ا تونس. مالا الحكايه اللي يحكيو فيها جماعه صحيحه، باش تطلق مرتك الفرنساوي اللي عملتك الاوراق، وباش تاخذ وحده تونسيه تهزها معاك هكاكا. فوالا رجعنا للقيل والقال. توا مالا معناها الكلام تقول فيه مش صحيح. مالا هاو انا نقول لك اللي تونسيه تطلع عليك. وفي بالي زاد بحاجة أخرى سي عزعز، سليمة حليلتها هي دجاجة متنكرة ما حليلتها. قالوا لي ما تعاير إبرة في بقرة لما تسألك. نعم؟ قالوا لي ما تعاير إبرة في بقرة لما تسألك. شكون قال لك هالحكاية؟ شكون قال لها الحكاية؟ وشكون قاعد باش يحكي فيها الحكاية؟ القهوة كل تسمع بها والبرا يحكيوا عليها، هي سليمة بيدها تحكي فيها وقالت اللي هو يحب عليا. فوالا فوالا هذه حكاية سيني إيطاف. فضلك عطاف شو يرد تفتف الصبيبة البرسونيل متاعي. اجا نقولك كي انتي وخايلة تخبش للدبش وخاتيك الهر هر هر ول 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 وتقطيع الحليل وهكا تحب تخلي في مخلي انتي عايش في الهوى سوي. جي اوغور دو سا يا مدام، جي اوغور. مالا شد فكا روزانا ولا روزاتا متاعك روزالي لي 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 ولا في 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 هاي كتشره شكرم بكرم. كلمة تكي هذاك عرفتوا البريد العربي المتكي لا يضحك لا يبكي. أبو. ني بليس ني موا ولا؟ شو تكونسي با بالسوري يا مدام؟ داكوغ. اش بيه ما يفهمش هو بالسوري؟ هي تتصوروش فهمت اللالي شكارة متاع قمح ما لقيتش شكون يهز يوصلها لي النهج سيدي قضاي الحوايج. اي وانت اش بيك يا كوستاني؟ ناوي تفلح؟ اي لا يا سي الهاني، ما هي شكاره متاع بسيسه كل عام لازم منها. برمش الباب العسل، معبيه بالكاميونات، على شكون ترضى؟ بخمسه دينارات تعرف شكارتك في دارك. يا سيدي المشكله مش في الكاميونات يا سي المستاري، الكاميونات موجوده، اما ما ثماش حماله شكون باش يهز يوصل لك. يا اخي مش اللي يسوق هو اللي يوصل؟ اللي يسوق يا سيدي، ولا لابس لك هاك السبادري هذاك متاع 200 دينار فهمت لالي، ومريولو هنا معرف في بلديه. معناها سنين مستهلك. قال لك يا سيدي هز شكون يوصل لك واللي يهز لك وحدك. وما لقيتش شكون يوصلها لك؟ ما عادش فما حماله، انا قلت لك ما عادش فما حماله في السوق. باهي سي المستهلك، خلي الحكايه عندي. عندك شكون؟ انا نوصلها. وشكون فهمت اللالي اللي باش يحملها؟ انا نحملها. شنو يا مستهلك عاد انت توصلها وانت تحملها؟ ما في باليش بيك صحه تبدن لهالدرجه هذه انا. شوف سيدي. انا هزيت حكايات ما هو حكايات، وصلت هداري قدها الحومه الكل صحيح. نحيي في شكاره قمح. لا لا
ما هذه فاتتني حاجه واحده حيرتني. شنو هي؟ شنو هي؟ فهمت اللالي الروتريت معناها 100 قاعد حينقص